وعلى فكرة لجنة تقصي الحقائق كانت في منتهى الحياد، لم تعتمد فقط على تاريخ جماعة الإخوان وعلاقة الإخوان بالعنف منذ التأسيس. أيوة. ومعنى شعار السيف والسيف وكلمة وأعدوا. ليه الاعتصام؟ عشان نرجع للسؤال الأول، نرجع للسؤال. ليه؟ الاعتصام كانت خطورته ان هم كانوا متفقين، قيادات جماعة الإخوان كانت قد اتفقت مع جهات أطلق عليها الرئيس السيسي قوى الشر.